الله، مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27 ورطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله، نبدأها شمالا تبوك تفرق لبعض الغيوم 39 إلى 26، سكاكا 42 إلى 28، نفس الحرارة في عرعر حيث تسجل 42 كحرارة عظمى، أما الدنيا تسجل 28. المنطقة الغربية المدينة المنورة فرصة لزخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر 42 إلى 31، مدينة جدة فرصة لزخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الصباح 42 إلى 31، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار متوقعة 43 إلى 32، أما الطائف 32 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 24، أبها زخات خفيفة من الأمطار 31 إلى 19، أما جازان 36 إلى 31. بالنسبة للمنطقة الشرقية تتراجع شدة رياح البوارح، وبالتالي يسود الطقس صافي وحار في الدمام 43 إلى 30، الإحساء 45 إلى 30، حفر الباطن 43 إلى 33. بالنسبة للمنطقة الوسطى تتأثر منطقة القصيم بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، بالتالي هناك فرصة ضعيفة لزخات رعدية من الأمطار تكون محلية الطابع ومتفرقة وخفيفة بالمجمل 42 إلى 28، حائل 38 إلى 26، أما العاصمة الرياض تفرق لبعض الغيوم 43 إلى 30. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.